واحد بيقول لقد ندرت اني لا ادخل مكان ما تمارس فيه الخطيه، ولقد ضعفت ودخلت هذا المكان، فهل لهذه الخطيه من غفران؟ كل خطيه توب عنها ليها غفران، بس لانك ندرت لابد ان تاخذ عقوبه كنسيه جديده يحددها لك اب اعترافك علشان تاني مره ما تعملهاش. كمان حكايه ان واحد ينده ان ما يخشش مكان تمارس فيه الخطيه، انت منين تضمن اي مكان لا تمارس فيه الخطيه؟ منين تضمن؟ حتى ان كان واضح من بره انه كويس، جايز من جوه مش كويس، ايه اللي عرفك؟ لا تنذر نذرا مبهما، ولا تنذر نذرا فوق الطاقه بتاعتك.